لازم تشوف بقى ايه شكل الكشاف. طبعا ده اهو داون لايت من النوع، نوع تاني. بص نفس الكلام، ادي السبيكس بتاعته، الجنرال انفورميشن، الاوردر بتاعه شكله ازاي، تمام. والميزه كمان اللي احنا عايزين نقولها هنا في ناردين، كاتبين لك ايه هنا لو انت مش عارف عشان ما تضيعش وقت كتير، ده ممكن يستخدم فين؟ ادي الابلكيشن جنرال لايتنج ان كوريدورز، ممكن استخدمها في الطرقه، تمام، الممرات، في الاوفيسز، تمام، في الاندور سيركيوليشن اريا، اي مكان داخلي اقدر استخدمه. الكلاسيفيكيشن اللي هو الاي بي، الاندكس بروتكشن اللي هو درجه الحمايه تحت الكشاف 20، تمام. طيب ده اقدر اعمل له عمليه سويتشنج من الكانسنت، تمام، او الفلورسنت لايت الى ليد. يعني ده اقدر لو انا عندي كشاف كان فلورسنت اعمل عمليه استبدال ليه بسهوله بكشافات مين؟ كشافات ليد. طبعا اللي ماشيين عليه الكشاف ده هيقعد يمشي على نفس القصه كلها بتاعت الداون لايت اللي هي كشافات الغطسه او اللي موجوده في الجبس، نفس القصه هتلاقي شكل الكشاف. كل اللي عليك سعادتك بس تبص كده، اه ده كشاف 14 ونص ب 4، شوف شكل اللي مش عارف مين، وتبدا بعد كده ايه الناس اللي بتبدا تشتغل تغير، يبقى انت عارف الاشكال وايه الافالبل كمان، مهم جدا. يعني يقول لك لازم ترتب كمان مع المعماري في قصه الاناره، يقول لك لا والله شكل الكشاف ده مثلا مش عاجبني، مثلا الكشاف اللي مدور ده هيبقى احلى في السقف، لان السقف ده يعني بيشتغل عليه 3 مهندسين، المهندس بتاع الاناره بيحقق لو انت داخلي لكس معين، تمام، حسب الستاندرد والكود. طبعا بيبقى المهندس الميكانيك بيحط الديفيسورات بتاعته بتاعت التكييف، نحط برضو اللو كارنت سيستم زي الفاير فايتنج والفاير الارم سيستم واي حاجه ممكن تركبها على السقف. فلازم السقف ده بالذات يحصل فيه كوردينيشن مع المهندس الميكانيكي او المهندس المعماري. يعني انت ممكن تختار شكل يقول لك لا والله المساحات هنا مش كافيه، الشكل ده مش حلو، تمام. فده بيبقى بيعملوها بحاجه بيسموها كوردينيشن ستادي، تمام، اللي هي دراسه تنسيقيه بين باقي الاقسام، وبيتعمل بيها مخططات للسقف لوحده بيسموها كوردينيشن دروينج. الحته دي مهمه جدا عشان ما نجيش في الاخر انا حطيت كشاف في مكان الاقي بتاع ميكانيكي حاطط لي مثلا سبرينكلر، تمام، في نفس المكان، انا حطيت كشاف لقيت الراجل يقول لي لا ده في ضغط تكييف هنا، سواء كان سبلاي ولا ريتيرن ولا اي حاجه من القصه بتاعتهم دي. فلازم يبقى في تنسيق بين الاقسام. فانت تقعد بقى ايه تبص بقى في الكشافات دي، تمام، الداون لايت. هنا بدا يدخل على الحاجه بيسموها الكومباكت داون لايت. كومباكت يعني اللي الدايه نفسها مع الدرايف مع بعض. اللي احنا كنا فيه ده من شويه ده عباره عن اللي الدايه نفسها اللي هو الكشاف نفسه، وبيبقى الدرايف اللي هو بيغذيه ده بيديله الكهرباء، تمام، بيبقى سيبريت، تمام، بيبقى سيبريت، تمام. في منها طبعا زي ما بقول لك هنا اشكال ديكوريتيف، في اشكال عاديه، في اشكال يعني للصبح، حسب بقى كل شكل. الكومباكت هتلاقي الدرايفر ايه موجود مع الكشاف نفسه، تمام. نفس القصه اهو ميني داون لايت اللي هي كشافات السبوت الصغيره دي بتتحط كده كزينه في الموضوع، تمام. ادي ده كله داون لايت. الريسيزد برضو الريسيزد داون لايت بس بيبقى سكوير، دي اشكال برضو مختلفه. في حاجات بتيجي تمام كوميرشال، في حاجات تيجي ريزيدنشال، حسب بقى ايه زي ما قلت لك هتبص على مين تحت. بص اهو على الابلكيشن ده بيستخدم جنرال لايتنج في الاوفيسز، في الكوريدور، في الريتيلز، تمام. بستخدمه فين؟ بيديني طبعا هنا بيديني الفوتومتريك زي ما قلنا داتا، ويديني الماونتنج عمليه التثبيت، ياخد لي اليفيشن وبياخد لي سايد فيو، تمام، من الكشاف، ويقول لي الدايمنشنز بتاعته عشان ابدا اعرف اركب الكشاف ده ازاي. طبعا ده بيبقى حتى في الكشافات العاديه، يعني بيديني الابعاد والكلام ده كله. طبعا انت اللي هيفرق معاك في كل مره السبيكس والاشكال حسب الابلكيشن بتاعك. طيب نفس القصه في كشافات بتبقى موفابل. يعني ايه موفابل؟ بيسموها كور لاين، كور لاين ريسيزد ليد سبوت. السبوتات نفسها تقدر شفت الحته اللي جوه دي؟ يعني اللي هناك الفريم نفسه اللي بره مع جسم الكشاف اهو ده ثابت، ما تقدرش انت ايه تلعب في الكشاف نفسه هو حته واحده، لا يجيب لك الدايره اللي جوه دي، تمام، تقدر تحركها موفابل على اساس تقدر تظبط. وده اللي احنا بنستخدمه في ان انا اعمل اناره موجهه على بعض الحاجات. لو انت بص شفت مثلا الكشاف ده زي الداتا اللي احنا خدناها اهو، المهم ان هو ريسيزد ليد وده عباره عن كور لاين. كور لاين يعني انا اقدر اغير اتجاهه اهو، ادجستبل فاريشن او فيجن، ادجستبل فيجن اقدر اغير الاتجاه بتاعه. السيلينج تايب اللي هو بوردر سيلينج او بيسموه
بلاستر بورد سيلينج، يعني بيركب في السيلينج، بتحفر له في الجبس عادي وبتركبه. اللايت سورس تمام، نون ريبليسابل ليد. في حاجات بتبقى الليدايه نفسها بتتغير، وفي حاجات الليدايه نفسها بتبقى في جسم الكشاف وما اقدرش اغير الليدايه. الباور زي ما قلنا مهمه جدا، كام وات. اليومن تمام، اليومن كام اليومن، بيسموها لومينس فلكس. لومينس فلكس اللي هي مقدار شده الاضاءه اللي بتطلع من الكشاف. السي ار اي خلاص حفظنا، سي ار اي، سي ار اي كلر ريندرنج اندكس. بعد كده السي سي تي الكلر الكوريليتد كلر تمبريتشر، ومديني كام كلفن تمام، اكتر من 300 كلفن، ورايح للنيوتشر وايت. ادي الناتشرال تمام، الناتشرال وايت او ناتشرال وايت تمام، اللي هو اللون الابيض الطبيعي. معظم الكشافات هتلاقيها يا شباب 4000 كلفن، 4000 كلفن. لو هو لون دافي وورم هتلاقيه اقل من 4000، يعني 3000 2500 وهكذا. في حاجات اكبر من 5000 بتبقى كول كول وايت تمام. لايف تايم 50000 ساعه، ودي ميزه بصراحه الكشافات او اللمبات الليد بصفه عامه. سستينبل طبعا، سيوتابل فور 25 درجه اللي هي التمبريتشر، والاوبريتنج تمبريتشر رينج درجه الحراره اللي بتشتغل فيها، دي مهمه جدا. البيم انجل اللي هي الزاويه اللي انا اقدر اتحرك فيها، هل انا اقدر الفها 180 درجه؟ لا، دي بتبقى موجوده بس في الحاجات اللي انا بقدر احركها. البيم انجل دي لا، اقدر الفها 32 درجه تمام. برضو نفس القصه اهو. الدرايفر بقى اهو، بيبقى الدرايفر هنا ايه؟ سيبريت. بي اس ار يعني ايه؟ يعني ده يعتبر درايفر، يعتبر هو باور سبلاي تمام، بيغذي الدرايف اللي موجود عندي. ديمابل لا مش ديمابل تمام. الكلر لون، وبما ان هو رايح لل 4000 يبقى اكيد اللون هيبقى ابيض تمام. الاوبتيك او الجسم اللي مصنوع منه ده، الجسم الكشاف بولي كربونايت تمام. بعد كده الانستليشن، طريقه التركيب والكلام ده، بيدي لك هو ايه؟ بيدي لك هنا ريكومنديشن تحت اهو، بيدي لك الدايمنشنز، طول وعرض وارتفاع، حتى لو في مسامير مثلا تقدر تدبسها، الزاويه اللي انت هتركب عليها، ده كله موجود. وبعد كده الاوردرنج تمام، اكزامبل زي اللي موجود هنا اللي احنا شفناها في كل الحاجات العاديه اللي احنا شفناها قبل كده. طبعا في الكور لاين اللي هو بيتحرك ده، برضه في منه كذا نوع، وفي حاجات بتبقى الليدايه نفسها بتاعتها واخده الوان تمام. ده كله تبع الكور لاين نفس الحوار. الريسيسد ليد ان ماونتد ليد، ده اللي هو بيبقى كانك انت لو بصيت ما بيبقالهوش بروز في الدروب سيلينج، كانه حته واحده كده من البلاطه. ده نفس القصه، بتتغير برضو السبيكس. الريسيسد ده كله انواع من الريسيسد، هم جايبين انواع مختلفه واشكال مختلفه. دي بقى اللي هي ايه؟ ان انت بتشوف عدد الليدات اللي من جوه بيختلف. الديفيوزر ده نفسه بيختلف من واحد للتاني. واحد مش عايز يشوف الديتيلز دي كانها بيكسل ظاهره قدامه، لا، يقول لك انا مش هشتري الريسيسد من النوع ده تمام. لو انت بصيت هنا هتلاقي ادي نفس القصه، اللايت سورس تمام. بعد كده الباور، في منها 30 وات وفي منها 50 وات. اللومينس فلكس في 2450 وفي 4000 تمام. الكلر ريندرنج اندكس خلاص اكتر من 80. عدد الساعات بتاعه اللايف تايم 30000 ساعه، درجات الحراره بيشتغل عليها. الدرايفر كارنت، الدرايفر ده بيشتغل على كام؟ خلي بالك ميزه الليد لايت ان هي بتسحب باور قليله، فبالتالي الامبير اللي هيشتغل هيبقى صغير، وحتى كده ياثر عندك زي ما شفنا في محاضره الكابلات، ان الكابلات اللي انا بستخدمها تبقى ايه؟ كابلات رفيعه، ما فيش مشاكل، انا مش لازم استخدم كابلات كبيره. حتى الكشافات الكبيره اللي عندهم 150 وات، مش عارف تلاقي 150 وات ده كان مكافئ ليه 300 وات مثلا في العادي في الفلورسنت او في الهالوجين او في الحاجات اللي هي كانت بتسحب باور عاليه تمام. فبرضه هنا اداني اشكال مختلفه للريسيزد، بيسموها الريسيزد ليد لايت تمام. نفس القصه هنا، بيديني حاجات بتركب على الوول تمام، حاجات بتركب على الوول على الجدار، دي بيسموها الكشافات الجداريه. بيدي لك برضه اللايت سورس نوعها ليد، الوات بتاعها 12 وات. خلاص حفظنا نفس الارقام، هي نفس قصدي السبيكس. اي كشاف لازم تشوف له الوات بتاعه كام، اليومن بتاعه كام، درجه اللون وهكذا. يبقى هو اداني برضه هنا وول ماونت، دي بتركب على الوول على الجدار، بتبقى ديكوريه يعني. في حاجات سيرفيس تركب على السطح، هو الفرق بينها ممكن تلاقي نفس الوات نفس كل حاجه، بس ده بيركب على
السيرفس ده بيركب على الخرسانه يعني مباشره، مش شرط يبقى فيه دروب سيلينج اللي هو السقف المعلق بنسميه، تمام، او بيسموه الفول سيلينج. في حاجات بنسميها فلود لايت اللي هي الكشافات الخارجيه، ممكن تركب على الواجهات، تمام، ممكن تتعلق على الجدار مفيش مشاكل، تمام، ممكن تركب على البراكت مباشره، على الطوب مباشره، ممكن تركب على الجدار وهكذا. في سيرفيس سيلينج لايت بتركب، هتلاقي في الفيلل والكلام ده هتلاقي فيه حاجات، لو عايز تشوف والله هل دي تنفع ولا لا، تمام، في المكان اللي انت هتشتغل عليه جنرال لايتنج اهو بتركب في الكوريدور والاوت دور ارياز، يعني دي هتلاقيها على الاوت دور اريا، تلاقي مثلا على السور بتاع المكان الفلاني، على السور بتاع الفيلا، على السور بتاع كذا، تلاقي حاطين كشافات من النوع. يبقى في كشافات انترنال وفي كشافات ايه اكسترنال. في حاجات بتركب على السيرفس زي ما قلنا مباشره او على الخرسانه، في حاجات دي اهي سيرفس دي برضو بتركب على السطح، وفي منها برضو بيركب داخلي، في حاجات بتعلق كده ليها هوك او ليها دراع بتركب عليه وتعمل لها انت ايه توجهها براحتك.